استشهاد 14 من جنود الجيش واللجان الشعبية في هجوم للقاعدة بشبوة. المتحدث باسم الجيش: الدولة ستواجه بحزم أي اعتداءات على الجيش بعمران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة سهيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 8 جنود و6 من رجال اللجان الشعبية في هجوم نفذته عناصر القاعدة على نقطة تفتيش غرب مدينة بيحان بمحافظة شبوة. مصادر محلية قالت إن مسلحين من القاعدة يستقلون سيارتين هاجموا النقطة فجر اليوم الخميس وقتلوا الجنود المتواجدين فيها، كما أحرقوا طقمين تابعين للجيش. واستعادت قوة عسكرية النقطة ومنعت الأهالي من الاقتراب منها. قائد اللواء 119 مشاة طالب مشايخ وأعيان وأهالي مديرية بيحان بتسليم أنصار الشريعة الموجودين في المديرية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش سيتصدى لأي اعتداءات أو استفزازات للجماعات المسلحة سواء في عمران أو أي محافظة أخرى، وقال بأن على تلك الجماعة تسليم أسلحتها الثقيلة للدولة وفقا لمخرجات الحوار. وأشار العقيد سعيد الفقي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء إلى أن عمليات تفجير أنابيب النفط واستهداف أبراج الكهرباء تعد أعمالا إرهابية، وأنه تم تقديم 35 ملفا بأسماء المخربين إلى الأجهزة الأمنية من أجل تقديمها للقضاء، موضحا بأن المخربين والإرهابيين يتلقون الدعم من قبل بعض العناصر التي فقدت مصالحها، منوها إلى أن هيكلة الجيش دخلت مرحلة التنفيذ وأن إنجاز ذلك يتطلب أكثر من 5 سنوات. وما يخص الاعتداءات والاستفزازات التي تتعرض لها وحداتنا العسكرية من قبل الجماعات المسلحة سواء في عمران أو في الضالع أو في أي محافظة أخرى، فإن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تواجه ذلك بكل قوة وحزم وصلابة. نأمل أن يكون ذلك واضحا للجميع وعلى الجميع دون استثناء تسليم أسلحتهم للدولة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. بعد أن كان يعول على عدم تدخل الدولة لوقف إرهابه، يبدو الحوثي منفعلا مما جرى، والدليل خطابه الأخير. المزيد في سياق التقرير التالي. حسب صمت الدولة إزاء جرائمه ضعفا فتمادى في إرهابه توسعا وتفجيرا وقتلا لليمنيين، حسب نفسه قادرا على إجهاض حلم اليمنيين بالدولة المدنية المنشودة، واستخف أدواته لتكثيف عملياتهم الإرهابية ضد اليمنيين فأطاعته حتى وقع فأس الدولة على رأسه ورؤوس أدواته المتنقلة. لم يستوعب حقيقة ما جرى من تغير في الأحداث، فبدا منفعلا ومستسلما ومطالبا بإيقاف الحرب. كذلك كان حال الناطقين باسمه الذين اعترفوا بأن من شن الغارات عليهم هي طائرات الدولة ومن قامت بتمشيط مواقع لهم هي القوات المسلحة. فقال الخيواني في ذهول: الحرب السابعة تم إعلانها رسميا اليوم. وكذلك قال صاحبه: وزارة الدفاع هي من يقف في مواجهتنا رسميا في عمران. وبدا حال الثالث شبيها بحال الاثنين، هادي شخصيا هو من يقود الحرب السابعة. وفي غمرة خيبة أمل الحوثي وأتباعه بعدم تدخل الدولة لوقف إرهابه، يجد المتتبع للأحداث في وقت سابق أن الحوثي وميليشياته انهاروا تماما في يومين فقط من بدء قصف الدولة مواقعهم، وأن قبول الدولة بالهدنة كانت لموقفها المبدئي الذي يريد أن يعم السلام في اليمن، غير أن فرحة اليمنيين لن تكتمل إلا ببسط الدولة لنفوذها على كافة الأراضي اليمنية. وجه وزير الداخلية اللواء عبد الحسين الترب بصرف مكافأة مالية قدرها 2 مليون ريال لمنتسبي منطقة حدة الأمنية،
جاء ذلك عقب الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء الترب للمنطقة بعد منتصف الليل، والتي طاف خلالها على مراكز الشرطة التابعة للمنطقة والنقاط الأمنية، وأشاد بمستوى الانضباط والتواجد واليقظة لأفراد وضباط منطقة حدة الأمنية. يشكو أبناء شبوة من التلاعب بحصة المحافظة من المشتقات النفطية، ويبدو أنه يتم بيعها في الأسواق السوداء. متابع. في ظل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلاد، كان لشبوة نصيبا من الأزمة، فالأزمات تعاني منها جميع محافظات الجمهورية اليمنية، لكن محافظة شبوة تعاني بين حين وآخر من انعدام جراء التلاعب بحصة المحافظة. وسؤالنا للحكومة ولشركة النفط، أين البترول، أين الديزل، وما هي المسببات، ومن وراء ذلك؟ مطلوب الكشف عن هؤلاء اللي يلعبوا بالوقود والمشتقات النفطية، فنحن تعبنا من هذا الوضع. الأزمة تزداد سوءا في هذه المحافظة بعد أن أغلقت المحطات وامتلأت أسواق سوداء بالمحروقات، فتجار هذه الأسواق العشوائية أكدوا بأن المحروقات يتم استيرادها من المحطات التي تستغل هذه الأزمة. نعاني من انقطاع الديزل، ما الديزل والبترول لأسباب كثيرة معينة. أولا شركة النفط هذا تجيب النفط يوم أو يومين، مثلا يوم في المديرية وتقطع عنا 3 أيام، وثانيا أصحاب المحطة هذولا يجوا يعبوا نص الكمية للمواطن ونص الكمية يخزنوها في خزاناتهم ويبيعوها بالسوق السوداء. ووزارة النفط المعنية بالجمهورية اليمنية النفط حقها يبيعونه في ميناء دبي الحر وفي جنوب أفريقيا. هذه الأسواق تمارس مخالفاتها في شوارع المدينة الرئيسية أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة، لكن إدارة شركة النفط لا تزال حتى اللحظة تنفي وجود هذه الأسواق في المحافظة. نحن لم نبلغ رسميا في أي سوق، إنما نسمع أن في هناك أسواق، لكن هذه من مهام أجهزة الضبط. غياب الرقابة على محطات الوقود زاد من تفاقم الأزمة ورفع من أسعار خدمات المواطنين، ليحمل المواطن هنا ما لا طاقة له به، فالمتاجرون والمسؤولون يتلاعبون بخدمات المحافظة بدون حسيب أو رقيب. تجار وسماسرة المشتقات النفطية بمحافظة شبوة تتسع رقعة فسادهم في الأسواق العشوائية في ظل غياب الرقابة، والمواطن وحده من يتجرع هذه الأزمة الخانقة التي تسببت لرفع الأسعار على احتياجاته. عدي عبد الحكيم، محافظة شبوة، في قناة سهيل الفضائية. طالبت نقابة الصيادلة اليمنيين النائب العام بسرعة الإفراج عن الأطباء المعتقلين في السجن المركزي الذين اعتقلوا بصورة تعسفية خارج الأطر القانونية حد قول النقابة. ودعت نقابة الصيادلة في وقفة احتجاجية اليوم أمام النائب العام في العاصمة صنعاء، دعت إلى الإفراج الفوري عن الدكتور فهيم الخليدي والدكتور عبد السلام الفائشي وخليفة القاسم. افتتح اليوم في العاصمة صنعاء معرض الكتاب الدولي اليمني المصري الثالث بالتنسيق مع وزارة الثقافة واتحاد الناشدين اليمنيين. المعرض الذي يحتوي على العديد من الأقسام الثقافية والإسلامية سيستمر حتى 17 يونيو الحالي، ويأتي المعرض بمشاركة نحو 50 دار نشر يمنية وعربية، ويستعرض 30,000 عنوان من مختلف مجالات العلوم والمعارف. حضر الافتتاح نائب وزير الثقافة هدى أبلان. يعني هي دعوة للمجتمع، للتوعية، للتثقيف، دعوة للقراءة، دعوة للاختلاف في إطار المعرفة وفي إطار الفكر، وبعيدا عن أجواء العنف وأجواء الإرهاب. هذا التحدي الكتاب هو التحدي الحقيقي في المجتمع. عقد قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم لقاءه الموسع الثاني مع الجهات والمنشآت المشاركة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين للعام الحالي،
ودشن باللقاء نظام المفاضلة والقرعة الذي اعتمدته الأوقاف هذا العام، وذلك لإخضاع أكثر من 30,000 متقدم للحج إلى عملية الفرز الآلي وفق عدد من المعايير. وسيمنح على إثرها 19,000 حاج فقط فرصة الحج لهذا العام، فيما سيعطى من لم يختاروا شهادة قيد تمنحهم نقاط أفضلية للأعوام القادمة. وأوضحت الوزارة بأن اعتماد هذه الآلية جاء نتيجة لمحدودية الحصة الممنوحة لليمن مقابل الأعداد الكبيرة المتقدمة، وكذا حرص الوزارة على إعطاء جميع المحافظات حصتها المتناسبة لكثافتها السكانية وبشكل عادل. لوحظ أن عددا من الوكالات كان قبل إعلان بدء التسجيل كان يتوجه إليها الناس فيقولون لهم أن الباب قد أغلق. كان لابد من أن نوضع معالجة لهذا الإقبال الشديد، فوضعنا آلية معيارية تم الاتفاق معها مع عدد من الجهات المفوجة، واختطينا فيها مسار آلي بحيث يتاح التسجيل لكل من يرغب في أداء هذه الفريضة. نحن نشعر بفضل الله عز وجل أن هذه الآلية ستحقق العدالة. جاءونا مجموعة من الحجاج يقولوا لنا 4 سنوات 5 سنوات نتردد لم نوفق. إن شاء الله هذه الآلية هي آلية شفافة، والمفاضلة ستكون مفاضلة وفق نظام آلي كمبيوتر لن يتدخل فيه أيادي الموظفين أو المختصين أو المنشآت، من أجل أن نحقق العدالة وأيضا نبعد من الإحراجات. والجانب الآخر سيعطى الأولوية كما قلت للي لم يوفق، من أجل أن تعطى الأولوية في العام القادم أو اللي يليه إن شاء الله. تم الحمد لله إكفال عملية التسجيل ورفعوا لنا تقرير كامل، الآن في المناقشة مع وزارة الأوقاف بالأعداد المسجلة التي وصلت إلى 30,800، وهذا عدد قريب ومتناسب. إن شاء الله أن جميع حجاج بلادنا يقتنعوا بالفكرة، وأيضا يقتنعوا بيكون الأولوية لمن لم يحالفوا هذه السنة الحظ سيكون له الأولوية في السنة القادمة. نظم فريق إعمار بمحافظة ذمار ندوة عن حقوق المرأة بين الواقع والطموح. المشاركون في الندوة أكدوا أن دور المرأة البارز والمؤثر في الحوار الوطني أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا مع إقرار تمثيلها بنسبة لا تقل عن 30% في السلطات التنفيذية والتشريعية ومستقبلا القضائية. أقامت منظمة غير حياتك لتنمية المجتمع صباح اليوم مهرجانا فنيا وخطابيا حول دعم مخرجات الحوار الوطني في محافظة أبيان. وقالت المنظمة بأنها سوف تقيم 9 مهرجانات متفرقة في شهر يونيو الجاري، وستعرض فيها مخرجات الحوار الوطني من خلال إقامة المسرحيات وعرض الأفلام الوثائقية وفقرات فنية وثقافية متنوعة. وفي ختام الحفل هاجم مجموعة من الحراك المسلح الحفل رافعين الأعلام التشطيرية. مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد 14 من جنود الجيش واللجان الشعبية في هجوم للقاعدة بشبوة. المتحدث باسم الجيش: الدولة ستواجه بحزم أي اعتداءات على الجيش بعمران. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل دوت نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، في أمان الله.